رجعنا نتواصل معاكم من خلال فقراتنا في شاي الضحى. تسعى جامعة الكويت من خلال إنشاء مدينة صباح السالم الجامعية الجدادية إلى تحقيق الحلم اللي طالما راود أبنائنا الطلبة والطالبات بأن تكون لديهم مدينة جامعية متكاملة المرافق تضم أكبر عدد من الكليات، وتم تخطيط وتنفيذ مرافق ذلك الحرم الجامعي لتساير أحدث ما وصلت إليه المنشآت الجامعية الحديثة في العالم وتصبح مفخرة للكويت على المستوى الإقليمي والعالمي أيضا. راح نتعرف أكثر على هذه المنشأة الجامعية لكن من بعد ما نتابع هذا التقرير. إذا رجعنا مشاهدينا من بعد هذا التقرير، حاشتني رهبة فاطمة من شفت الفيديو ما شاء الله، والمشروع جدا جدا ضخم على مستوى عالي، ونقول أخيرا الحلم أصبح حقيقة. نعم يعني ودش ترجعين للدراسة صح؟ صح، شكلي بكمل دراسات عليا أنا إن شاء الله يا رب. الله يرزقك يا رب. واليوم فعلا بنتكلم عن هذا الموضوع مع الدكتورة أنوار عادل إبراهيم، مساعد مدير البرنامج الإنشائي في جامعة الكويت. صباح الخير ويعطيكم ألف عافية. الله يعافيك. منورتنا دكتورة في شاي الضحى، والفيديو خذانا لعالم يعني ثاني وسرحنا في التصميم الرائع لمدينة صباح السالم الجامعية. شنو هذا المشروع بالبداية ودنا نتعرف عليه أكثر؟ طبعا صباح الخير أول شيء لك عليكم على المشاهدين الكرام. طبعا مدينة صباح السالم الجامعية هو حلم القطاع التعليمي في الكويت، هو الحرم الجامعي اللي طالما كانت تحلم فيه جامعة الكويت. طبعا الحرم الجامعي مقسم الى قسمين، الحرم الرئيسي والحرم الطبي. الحرم الرئيسي الحين في مرحله التنفيذ، الحرم الطبي راح نوقع عقد التصميم وراح يبدا التصميم، فراح يطول على ما راح نخلص الحرم يعني 2023 الاكسبكتد ديت انه يخلص، بس تصميم وكونستراكشن يعني تصميم وبناء. في حين الحين الحرم الرئيسي يتكون من جميع الكليات الحاليه اللي موجوده بجامعه الكويت، بالاضافه الى كليه العماره، هذه كليه مستحدثه، وكليه علم الحاسوب. فيها طبعا منشآت رياضيه حق الطلبه، هذه الاشياء اللي احنا يعني نفتقر لها في 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 الجامعه او في المواقع الحاليه. طبعا لازم الكل يعرف ان الحرم او المدينه الجامعيه الجديده انقسمت الى حرم بنين وحرم يعني حرم طلبه وحرم طالبات. وكل شيء مقسوم بينهم، حتى الانشطه الرياضيه حتى الانشطه الطلابيه مقسومه بينهم. طبعا قلنا الكليات، في الانشطه الطلابيه والرياضيه عندنا المباني الاكاديميه، وعندنا المباني الاكاديميه المساعده اللي هي المطابع المخازن، كلها راح تكون ان شاء الله موجوده في هذه المدينة. ان شاء الله يعني احنا من خلال الفيديو قاعدين نشوف بعض اللقطات، لكن قلتي لي بارض الواقع شيء ثاني مختلف. طبعًا يعني طبعًا حتى قلتي طبعًا تعالوا ادعوكم يعني رسميا تيون تشوفون. انا اتمنى امانه يعني، والشيء اللي شدني دائما واي شخص يعني يسمع عن الجامعه وعن هذا المشروع الضخم يسال عن عمليه التصميم الداخلي وهذا الفريق الكبير اللي قاعد يشتغل ايضا، وعمليه انتقاء الاثاث يعني بجوده عاليه. فيا ريت تتكلمين مع الساده المشاهدين عن هالموضوع هذا، لان قبل الهواء وايد سولفنا عنه وما شاء الله عليكم يعني انتقيتوا كل شيء بعنايه. نعم طبعا اي مبنى احنا طبعا اول ما بدات المشاريع في مشروعين من المشاريع نزلوا عقد انشاء فقط بدون اثاث. باقي المشاريع تداركنا وقررنا احنا كاداره جامعيه ان لا، راح يتم طرح عقود الاثاث جزء من الـ نعم. الـ العقود نفس اللقطات اللي احنا قاعدين نشوفها استاذه. نعم نعم هذه عينات من الاثاث. في جزء منه لم يتم الموافقه عليه، وفي اجزاء لا تم اوريدي الموافقه عليه وراح تكون جزء من الكليه. نعم على اي اساس تم اختيار الاثاث؟ ليش في اثاث تم الموافقه عليه؟ لا اي اوكي، احنا ايش سوينا؟ احنا لما جينا حق عقود الاثاث عاده عقود الاثاث تطرح كمناقصه منفصله. وترسي على اقل الاسعار. احنا في حالتنا لاننا بنقدم حق الشعب الكويتي شيء مميز وان هذا حلم جامعي، فقررنا ان نغير الخطوات اللي نتبعها علشان نختار الاثاث. فايش قررنا نسوي؟ طلبنا من المقاول انه يقدم هو مقاولين في الباطن متخصصين في الاثاث، نقوم بتاهيلهم طبعا مع الاستشاري ومدير المشروع. وبالنهايه اللي يعني ياخذ درجه التاهل انه يدخل المشروع راح يعتبر مقاول في الباطن مؤهل انه يدخل في مشروع الاثاث هذا، او في عقد الاثاث، او في البروفيشنال سم الاثاث. بعدها تبدي اللي احنا نسميها راوند 1. براوند 1 المقاول مطلوب منه يقدم عرض فني وعرض مالي. هذه المرحله الاولى طبعا في البدايه. هذه المرحله الاولى بعد ما يتاهل، اذا هو مو متاهل ما يدخل هذه المرحله.
عرض فني وعرض مالي. العرض المالي هو عادة العرض الفني والمالي يجينا عن طريق المقاول. إحنا علشان يعني يصير عندنا تحكم تام على الأسعار طلبنا من المقاول في الباطن إنه يعطي العرض الفني عن طريق المقاول إنه يطابق للمواصفات، والعرض المالي يجينا يعني مباشرة من المقاول في الباطن. نعم. علشان المقاول ما يقوم بإضافة سعر هو إضافي عليه، أو يطلب من المقاول في الباطن إنه يخفض السعر وياخذ هو فرقية الأرباح. نعم. وفعلا تم هذا الموضوع، نفتح العروض الفنية والعروض المالية. طبعا العروض الفنية يتم تقييمها تقييم دقيق. نعم. والعروض المالية طبعا أقل سعر مقدم هو اللي يأخذ أعلى نسبة، نجمع النسب هذه، أعلى اثنين يبون أعلى نسبة يدخلون اللي احنا نسميه براوند تو. لما يدخلون براوند تو أجان يقدمون عرض فني وعرض مالي، بس العرض الفني هالمرة راح يكون أدق، والعرض المالي طبعا يجينا دايركتلي أجان عن طريق المقاول في الباطن. جداً الصراحة جداً يعني في هذه، وفي المرحلة الثانية هذه لازم يسوي لنا مثل شوروم. نعم. فنعطيه احنا مساحة، يعني لو تيون عندنا زيارة تشوفون الشوروم سويل شنو شوروم أثاث يعني بالضبط، ويجيب العينات اللي هو فعلا راح يعرضها عندنا أو لا راح تصير جزء من المشروع. أيه. علشان يتم فحصها، وفي بعض الأحيان إذا تحتاج العينة لأنها يقطع علشان يشوفون من داخلها هل هو الاسفنج المطلوب، هل هو الخشب السبورت يعني حتى الكواليتي يعني كجودة تدققون عليها. يتم فريق من المستشار المخصص للمشروع والمدير المشروع والفريق اللي من صوب البرنامج الإنشائي اللي هو اللي يمثل المالك. طبعا بعد هذا التقييم نعطي درجات حق العرض الفني والعرض المالي، واللي يربح هو اللي راح ياخذ عقد الأثاث. نعم. احنا لحد الحين خلصنا الهندسه والهندسه والعلوم العلوم الاداريه والعلوم الحياتيه اللي هي كليه البنات سابقا. أيها. الاداب والتربيه وكليه سوري الهندسه والعلوم العلوم الاداريه والحياتيه والعلوم والتربيه والاداب، والحين قاعد نخلص الشريعة والحقوق والعلوم الاجتماعية. إن شاء الله لازم نزوركم العافية. يعني التعاون الحلو إن لما نقول لكم راح يكون أكو أثاث، ما نقول لكم راح يكون أكو أثاث، نقول لكم تعالوا المعرض وشوفوا نوع الأثاث، جربوه قعدوا عليه. نعم. مكاتب أعضاء هيئة تدريس، الكراسي، المساحات اللي راح يقعدون فيها الطلبة. نعم. كل شيء يكون موجود للتجربة، يعني يعرفون. نعم. شنو نوع. نعم. الأثاث اللي بيه. أنا لاحظت ولمس من خلال حديثك دكتور إن في اهتمام كثير في التصميم الداخلي وأيضا اختيار الأثاث، هل في معايير معينة يعني قاعد تمشون عليها للاختيار في ما يخص الأثاث في طبعًا الجامعة؟ طبعا كل عقد فيه مواصفات. نعم. احنا الطريقة اللي سويناها اللي قدرنا نسوي ناخذ مواصفات، لأن طبعا الكل لازم يعرف ان هذه التصاميم بدت تصاميم الكليات بدت من 2005 2006، فلما نيجي على 2019 2020 نفتتح الجامعة، الأثاث هذا على هذيك المواصفات. نعم. راح يعتبر نوعا ما قديم، لأن شركات الأثاث بدت تتطور، اللي احنا مو عارفين ان أثاث التعليم يسمونه الأثاث التعليم educational furniture تطور وايد. فإحنا سوينا بهذه الطريقة أو هذه المنافسة اللي سويناها حصلنا على مواصفات أفضل من المواصفات اللي عندنا في العقود، وهذا وبسعر أقل من اللي كان مقرر. نعم. أو مقدر، يعني تقريبا أنا ما أدري أقدر أقولها، بس إحنا تقريبا وفرنا 18 مليون على الدولة من التكلفة المقدرة. ما شاء الله. حلو. مبلغ يعني ضخم وكبير يعني. نعم. أيضا أنا من الأمور الأساسية والمواضيع اللي لازم نطرحها اليوم أستاذة، دام إن وجودك معنا فرصة اليوم نوضح للسادة المشاهدين الكثير من الإشاعات اللي تشاع بموضوع الحرائق، وأنت أكيد أدرى وأخبر بالموضوع هذا، فنبي نتأكد من هالموضوع هذا ومنك طبعا حضرتك بالمعلومات الدقيقة حول هذا. طبعا طبعا الحرائق خذت، أنا وجهة نظري خذت حجم وايد كبير. يعني هي مو تسليط الضوء على حرائق أخرى، بس صارت في حرائق ثانية في الكويت. إيه خذت دورها في اليوم هذا ونست. بس حرائق شدادية ما تنسي. الناس اللي يقولش قلت إيه لأنها تكررت، بس أنا سؤالي دائما شنو تعريف الحرائق؟ شنو اللي يخلي الناس مثلا إنه يعني مرعوبة من هالحرائق؟ إذا صارت في خسارة حق المنشأة. أكيد. إحنا الحرائق اللي فعلاً كان لها أثر على البرنامج الزمني للمشروع كانت ثلاث حرائق. نعم. مو سبع حرائق. الحرائق الثانية حرائق صغيرة تصير حق ممتلكات المقاول. نعم. ما تأثر على المشروع. فإحنا عندنا حريقين في 2013 وحريق في 2016. و2016 طبعاً إحنا بعد الحريقين في 2013 وايد أشياء تغيرت عندنا. طبعاً سلامة الموقع لازم الكل يعرفها، هي مو من مسؤوليات المالك، هي من مسؤوليات المقاول التامة. بس إحنا سوينا خلقنا فريق أمن وسلامة علشان نراقب على المقاول ونكون أحرص على خاصة الموضوع. يمكن أحياناً
قاعد يتكرر كحرائق في هذا المشروع اللي الكل ناظره، يعني صار حلم للطلبة والطالبات، وأنا أتوقع هذا نوع من الاهتمام من المجتمع الكويتي في أنه يحرص أن هذه المنشأة الجامعية، المدينة الجامعية، أنها تخلص في أقرب وقت. صح. ويعني يتم افتتاحها رسميا إن شاء الله. المعلومة اللي لازم الكل يعرف أن المشروع ما يقوم فيه مقاول واحد، أنا عندي 13 مقاول يشتغلون في نفس المشروع، عندي 14,000 عامل يدخل كل يوم ويطلع من هذا المشروع. مشروع كبير ضخم. نعم. مشروع ضخم. والحرائق ما صارت عند نفس المقاول قاعدة تتكرر، الحرائق تصير في المنشآت، في المباني. نعم. الإنشائية تصير، لأنه يصير لحيم وشرارة. نعم. اللحيم تي ما يأخذون بروكوشن صحيحة فتخلق الحرائق. نعم. هذه. لكن إحنا سوينا اللي هما عندك، إحنا عندنا وقاية وعندنا مكافحة. نعم. بعد الحريقين الكبار اللي صاروا في 2013، الوقاية عندنا صارت عندنا مفعلة بشكل كبير، بحيث. نعم. إن حريق 2016 قدرنا إحنا نسيطر عليه، وفرنا على المطافي لما كان تقريبا الحريق مسيطر عليه. نعم، يعطيك ألف عافية دكتور عمار الإبراهيم، جدا استمتعنا معك في هذا الحوار، ربي يوفقكم إن شاء الله يا ربي، ودعوة لكم الزيارة. إن شاء الله يشرفنا. حياكم الله. حياكم قريبا إن شاء الله زايرينكم في الموقع. حياكم. شكرا لك دكتورة. ننتقل معكم لزاوية أيضا مميزة من فقراتنا في شاي الضحى، تمثل المناسبات والاحتفالات فرصة للتخلص من روتين الحياة، كما أنها تعيد العلاقات الاجتماعية من جديد، لذلك تهتم المرأة دائما في هذه المناسبات أن تكون إضلالتها مميزة وجميلة، فتختار ملابس الحفلات والمناسبات والأعراس وغيرها من الأمور اللي تكون دارجة في يعني الأسواق العالمية مو بس المحلية، والمرأة الكويتية دائما رمز في عالم الموضة والفاشن. هذا اللي راح نتعرف عليه مع مصممة الأزياء زينب دشتي في فقرة ستايلست.